مجددا أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من الحدث، ونتابع وإياكم مباشرة إذن آثار لقصف إسرائيلي على ما يبدو على إحدى المناطق والمواقع في قطاع غزة، مع إذن استمرار تحليق الطيران، طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء غزة. إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من قطاع غزة، حيث على ما يبدو هذه آثار غارة إسرائيلية على القطاع في هذه اللحظات. ووفقا للتقارير ولمراسلينا فإن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة بكل مدنه ومواقعه حتى هذه اللحظات، وإن كان على ما يبدو أخف نسبيا لكن ما زال مستمرا. إذن مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس يومها 15 في هذه اللحظات بالتحديد، قالت وسائل إعلام فلسطينية أن 24 شخصا قتلوا في قصف على منزل بجباليا شمال القطاع. كانت وكالة شهاب الفلسطينية ذكرت في وقت سابق أن 8 قتلى و45 مصابا سقطوا نتيجة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل في شمال القطاع. يأتي ذلك عقب غارات عنيفة استهدفت مناطق الفالوجة وأبراج العودة والندى وتل الهوى في القطاع. قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف جالانت وصل إلى قرب الحدود مع غزة في ساعة متأخرة من الليل للقاء مسؤولين في الجيش. وأوضحت الصحيفة أن جالانت تابع عن كثب جاهزية القوات الإسرائيلية للقيام بغزو بري محتمل للقطاع. قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل أكثر من 1000 عنصر تابع لحماس، وأن الكثير منهم تم تصفيتهم بعد تسللهم إلى داخل إسرائيل، مؤكدا تحييد العشرات من قادة حماس في غزة. الجيش قال أيضا إن أكثر من 6900 صاروخ أطلق من غزة على إسرائيل، بما يشمل 450 عملية إطلاق فاشلة. كما أكد الجيش سقوط أكثر من 1400 قتيل وأكثر من 4600 جريح، واحتجاز أكثر من 200 رهينة منذ بداية الحرب مع حماس.
قال بيان أمريكي أوروبي مشترك إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والإنسانية، وأن هناك قلقا من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ومخاطر التصعيد الإقليمية. كما أكد البيان على العمل مع الشركاء بالمنطقة لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، بالإضافة إلى التأكيد على أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح نحو السلام الدائم. إلى ذلك قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن جدد التزامه بردع أي دولة أو جهات غير حكومية تسعى لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط. ورحب أوستن بالإفراج عن رهينتين أمريكيتين، وأعرب أيضا في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جالانت عن تقديره للتطورات فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا أن إسرائيل أبلغتها بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة، الأمر الذي يعني أن هذه المدارس لم تعد آمنة. وطلبت أونروا من النازحين إخلاء المدارس 5 في قطاع غزة، وذلك بعد الطلب الإسرائيلي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى تهديدا من القوات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة، وطلبت القوات الإسرائيلية الهلال الأحمر بإخلاء فوري للمستشفى الذي يؤوي حاليا أكثر من 400 مريض و12 ألف نازح. وطلب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني. ننوه في هذا العاجل الذي يرد الآن على شاشة الحدث، إذن إعلام عراقي يقول هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة أمريكية في أربيل. إذن إعلام عراقي يتحدث عن هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة أمريكية في أربيل، وهذه الصور مباشرة تأتينا من قطاع غزة حيث لا زال القصف مستمر، القصف الإسرائيلي مستمر على مواقع في القطاع. نكمل في هذه النشرة، حيث أطلقت حركة حماس سراح محتجزتين أمريكيتين أم وابنتها تم احتجازهن في 7 أكتوبر الحالي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه تم إطلاق سراح المحتجزتين بعد نحو 2 أسبوع من خطفهما من كيبوتس نحال عزة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حركة حماس أفرجت عن رهينتين أمريكيتين بوساطة قطرية. في الوقت نفسه رفض بلينكن الحديث عن ظروف عملية الإفراج عنهما أو عن ظروفهما الشخصية. ليس بوسعي التحدث عن ظروف الرهينتين اللتين أفرج عنهما احتراما لخصوصيتهما، هذا أولا، وثانيا لم نحصل على فرصة لرؤيتهما من قبل فريقنا، ولكن الأهم من ذلك كله هو إعادتهما إلى أحبائهما، وهذا سيتم خلال الساعات المقبلة. إن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة هي أولويتنا، ونعمل مع حكومة مصر للقيام بذلك تماما، وقد توصلنا إلى تفاهم بأننا سنعد خطة لنقل المساعدات إلى غزة، وهذا التفاهم دعمه الرئيس بايدن عندما زار إسرائيل. آخر التطورات من قطاع غزة مجددا ينضم إلينا الزميل الصحفي نضال خضرة. أستاذ نضال مرحبا بك دائما على شاشة الحدث، هل من جديد فيما في القصف تحديدا، بموضوع القصف حاليا؟
نعم زميلي، القصف مستمر في شمال غزة وفي مدينة غزة. من خلال المتابعة للمناطق التي تعرضت للقصف، هناك قصف في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة لمنزلين، يعودان هذين المنزلين لعائلتين، عائلة الحناوي وعائلة المدهون. وبحسب الوارد لدينا فتم قصف المنزلين على رؤوس ساكنيهم. هناك أيضا قصف في منطقة الزهرة في جنوب مدينة غزة، وهناك أيضا قصف في شرق مدينة غزة من قبل المدفعية الإسرائيلية. يعني القصف مستمر ولكن يهدأ نسبيا ويشتد أحيانا كما هو الحال، ولكن الأخطر هو القصف الذي تم بجوار مستشفى دار الشفاء بغزة، وهذا أيضا انذار جديد. من الممكن أن نكون بحسب ما عودنا هذا الاحتلال، كما حصل في مستشفى الأهلي العربي المعمداني وكما هو حاصل من تهديدات لمستشفى القدس، أن نكون في المرحلة القادمة أمام جرائم جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال، خاصة أن هذه المناطق مأهولة متى حصل هذا القصف بالتحديد؟ الوقت أقصد على مستشفى الشفاء أو بالقرب من مستشفى الشفاء. هو ليس على مستشفى الشفاء، هو قريب من مستشفى بالقرب طبعا، قبل ساعة من الآن. يعني قصف بجوار مستشفى الشفاء، وهذا خطير جدا لأنه مستشفى الشفاء مختلف عن أي مستشفى. مستشفى الشفاء فيه 35,000 نازح وربما أكثر، يعني يختلف عن مستشفى القدس الذي فيه 12,000 إلى 13,000. يعني أي قصف حتى لو كان محيط في مستشفى دار الشفاء سيكون له ارتداداته وسيكون له مآلاته على المواطنين. لذلك نحن ننظر بخطورة كبيرة جدا على الاقتراب من هذا الموضوع. مستشفى الشفاء منطقة خطيرة جدا، أي قصف قريب من هذه المنطقة بالتأكيد سيكون له أضرار كبيرة جدا، ونسأل الله السلامة للجميع. يعني طيب، فيما يتعلق بالهجوم البري وإسرائيل تقول بأنها مستعدة وأخذت الضوء الأخضر، الغزيون كيف يستعدون لهذا الهجوم؟ أقصد هنا السكان، الناس العاديين تنتظر، لأنه زي ما بتقول إنه يعني الدخول البري هو يعني بالنسبة للمواطنين يعني وكأنه هذا الموضوع ينتظره الجميع، الدخول البري الجميع ينتظره وسيكون بمثابة يعني قرب انتهاء هذه العملية، بمعنى أنه الناس في مرحلة صعبة جدا يعتقدوا أن الدخول البري سيعجل من انتهاء هذه العملية. لكن في الحقيقة من الواضح أن سلوك الإسرائيليين في التعامل من خلال الأخبار الواردة أن هناك تخبط في هذا الموضوع، ولا يوجد رؤية واضحة، كل يوم تصدر أخبار أن الحكومة الإسرائيلية والكابينيت اتخذ قرار بالدخول البري، وفي اليوم التالي لحد هذه اللحظة لم تتقدم الآليات لا شرق غزة ولا شمال غزة سنتيمتر واحد إلى غزة. واضح أن هناك قرار بالدخول البري، ولكن طب برأيك أستاذ نضال، وأنت كاتب صحفي ومطلع وأيضا من سكان القطاع، برأيك ما السبب وراء هذا التخبط؟ وراء هذا التخبط إسرائيل لديها مشكلة. إسرائيل تدرك أن حركة بحجم حماس لها تجارب عسكرية وخاضت 4-5 حروب مع إسرائيل. لا يمكن زميلي أن تذهب لمواجهة أو لمباغتة في يوم 7 أكتوبر دون معرفة مآلات هذه المواجهة ودون تخطيط بكل الاتجاهات ودون حساب بأن إسرائيل من الممكن أن تدخل. أنا أؤكد لك أن يعني حماس لديها ما تقوله وتنتظر الدخول البري، وإسرائيل تدرك ذلك وتخشى ذلك، لأنه الدخول البري يعني أهم شيء في هذا الدخول أن تكون الخلفيات مؤمنة، الخطوط الخلفية مؤمنة. لحد هذه اللحظة أنا بتقديري أن هناك أزمة لدى الإسرائيليين في هذا الموضوع، ولديهم هاجس كبير إضافة إلى المعنويات التي يعني
نتابعها من خلال الصحافة العبرية، المعنويات، معنويات الجنود، بعيدا عن ما تراه من هذا القتل أو الإفراط في القتل والاستعراض والقوة في الطيران، لكن الجنود الإسرائيليين يعني نفسياتهم جدا يعني تتعرض إلى ضغط كبير، وجزء كبير منهم رفضوا أن يشاركوا في هذا الهجوم، ولديهم أزمات داخلية في داخل الجيش. هذا جزء من الأزمة، إضافة إلى التباينات اللي موجودة على المستوى الأمني والمستوى العسكري، والأزمة اللي موجودة الآن في داخل المستوى الأمني بعد الإخفاق وبعد الاعتراف الذي أعلن عنه رونين بار رئيس جهاز الشباك، والذي قال أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق. أنا بتقديري أن هناك أزمة كبيرة جدا، لربما إسرائيل ستدخل بريا، وهي ستدخل بريا، لا يمكن أن لا تدخل حتى لو دخلت بشكل محدود، ولكن كما يتخيل البعض أن تدخل في مباشرة في داخل المدن بسرعة هائلة، هذا لم يكون، لأن هذا سيكون ضرب من الجنون وسيكون له مآلات خطيرة جدا جدا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من غزة، كنت معنا الكاتب الصحفي نضال خضرة، تحياتي إليك. نتواصل في هذه التغطية وإياكم مشاهدين الكرام، إذ أفاد مراسل الحدث بتعرض قاعدة حرير الأمريكية بالقرب من مطار أربيل بكردستان العراق لهجوم بمسيرتين، وكانت القواعد الأمريكية قد رفعت من حالة التأهب في كردستان وسط تهديدات من الميليشيات الموالية لإيران في العراق. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن الجيش يقصف أهدافا لميليشيا حزب الله داخل لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية. وعلى الجانب الآخر قالت ميليشيا حزب الله أنها استهدفت موقعين إسرائيليين وتجمعا للجنود بالصواريخ دون ذكر أي تفاصيل أخرى. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس بعثت رسائل بشكل مباشر للغاية إلى ميليشيا حزب الله من أجل ثنيها عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحماس. وقال ماكرون إن هذه الرسائل أرسلت عبر سفير باريس وتم إبلاغ السلطات اللبنانية بذلك. في لبنان في يعني وضع حساس جدا، ولذلك يعني رسالتنا بالاستمرار لكل الأطراف عبر الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع رئيس إيران مثلا، عبر المشاورات في إطار زيارة كاترين كولونا في لبنان، لأنه يعني ضبط عن نفسي لكل الأطراف في هذا الصدد. نكمل في هذه النشرة، حيث ننوه بهذا العاجل قبل الدخول في الخبر القادم. إعلام إسرائيلي يقول بأن الجيش يعلن مقتل جندي في هجوم لحزب الله أمس على الحدود مع لبنان. إذن إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقتل جندي إسرائيلي بهجوم لحزب الله أمس على الحدود مع لبنان، وهذا الخبر أيضا عن الحدود من وعلى الحدود من لبنان، إذ التوتر هناك يتصاعد، حيث أفاد مراسل الحدث بمقتل جنديين إسرائيليين بقصف لحزب الله على مواقع عسكرية حدودية، كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين من بينهم اثنان في حال حرجة جدا في عملية إطلاق صواريخ كورنيت نحو معسكرين على حدود لبنان. وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية انفجارات وتبادل إطلاق للقذائف والصواريخ بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مسيرة دخلت الأجواء من مزارع شبعة. أيضا الجيش اللبناني قال إنه عثر على 25 منصة إطلاق صواريخ بمنطقة سهل القليلة جنوب لبنان. هذا وتتوالى دعوات الدول لرعاياها إلى مغادرة لبنان أو تجنب السفر إليه نظرا إلى تطورات الأوضاع فيه، ودعت السفارة العمانية مواطنيها إلى المغادرة فورا. سفارة أوكرانيا أيضا كانت دعت رعاياها بالامتناع
عن السفر إلى لبنان ومغادرة الموجودين على الفور. الحكومة الهولندية حضت مواطنيها أيضا على عدم السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع الأمنية. كذلك طالبت بلجيكا من رعاياها الأمر ذاته وبأسرع وقت ممكن. في الأثناء قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، قال إن الشركة ستخفض عدد الرحلات بعد التغييرات في التغطية التأمينية، فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن حركة نزوح لعائلات من الجنوب، كما أفيد بتحليق منخفض للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء لبنان ككل. من جديد يعود وينضم إلينا الصحفي في جريدة الرأي الأردنية خالد القضاة. أستاذ خالد، مرحبا بك مجددا على شاشة الحدث. دعنا نتحدث هذه المرة عن الجبهة الشمالية لإسرائيل. إلى أي مدى برأيك ومن خلال متابعتك يمكن أن تنفجر هذه الجبهة؟ صباح الخير من جديد. يعني أعتقد هذه الجبهة ستبقى على سبيل المناوشات، يعني ضرب مركز، ضرب محدود في 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 إطار فقط يعني المناطق الحدودية. حالة الانفجار لم تتم لأنها تعلم تماما أن هناك تدخل سيكون أمريكي، وأن هذا الذراع الذي تدخل هو ليس ذراع حزب الله بقدر ما هو من خلفها إيران. فسيبقى أعتقد أنه التدخل فقط بالمستوى الذي وصل إليه، لأنه لا يمكن أن نصل إلى مستوى أعنف من حجم الدمار الذي حدث في غزة مما يستدعي تدخل. لكن إذا حدث هناك حركة نزوح إجبارية للفلسطينيين بقوة السلاح نحو مصر، أعتقد أنه ليس فقط الجبهة الداخلية، الجبهة الشمالية ستنفجر، لا، ستنفجر الجبهة مع مصر، وستنفجر الجبهة ممكن مع أطراف أخرى. وحتى هذه اللحظة الأردن سيستشعر الخطر من خلال الإجبار الناس على النزوح، لأنه يعلم تماما أنها الخطوة القادمة هي دفع الأردنيين، دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية باتجاه نهر الأردن، ثم الأردن لإقامة دولة أحادية الجانب أحادية العرق. ما يجري في غزة فقط الآن البوصلة، بعتقد أنها هي إمكانية مدى قدرة القوات الإسرائيلية على دفع الفلسطينيين على باتجاه الحدود حتى يخرجوا إلى مصر. هي مصر واضحة بهذا الأمر، يعني قالت أنها لن تدع، لن يكون هناك تهجير قسري عبر حدودها. أستاذ خالد، طيب هذا الأمر يعني يناقش على كافة الأصعدة. اليوم هناك في مؤتمر دولي في القاهرة حول الوصول إلى حل في ما يحدث حاليا في غزة. برأيك هل يمكن لهذا الحل أو المؤتمر عفوا أن يجد حلولا تهدئ مما يحدث في القطاع؟ بعتقد المؤتمر راح يؤكد على قضية جوهرية، وهي منع تهجير الفلسطيني من أراضيه. المنطقة لن تتحمل أو لن تقبل مرة أخرى سياسات الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وهم معنيين كذلك بثبات الفلسطينيين على أرضهم من خلال فرض القضايا، ما يسمى بالممرات الآمنة، توزيع المساعدات، فتح المعابر، توفير سبل الحياة في المرحلة الحالية، وبالمستقبل بحث ما يمكن يسمى إقامة دولة فلسطينية. ما هي الأدوات التي يملكوها على الأرض؟ يعني هم يتسلحون بتلك المطالب بقدرة المقاومة على الثبات على الأرض، بقدرة المقاومة عدم الانصياع وراء القوة ما تسمى الآلة التدميرية الإسرائيلية في دفع الفلسطينيين إلى 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 الجنوب، إلى مصر. مصر معنية بحدودها، وهذه القمة هي الإعلان موقف موحد أن كل هذه الدول المجتمع، وراح تكون من ضمنها الأردن،
تعلن موقف موحد، لا لتهجير الفلسطينيين، لا لتهجير بغرض الوعود أنها سنهجركم ثم سنعيدكم لاحقا، لا فتح مزيد من المخيمات على الأراضي العربية المحيطة. أصبح العرب معنيين بثبات الفلسطينيين على أرضهم، لكن لأن المجتمع الدولي أيا كانت وعوده هو بالآخر يدير الأزمات ولا يحلها، وليس بالآخر الدول التي استضافت اللاجئين هي التي ستجبر على التعامل مع الحدث الجديد، لأنه العالم بأحداث متتابعة أنه ممكن يحدث حدث جديد ينصرف العالم إلى ذلك وينسى هذه المأساة وليس معنيا بحلها، فتصبح الدولة التي استقبلت اللاجئين هي المعني بحلها، وهم غير معنيين بأن تكون شكرا. هناك دولة أحادية العرق تسمى إسرائيل، وأن قامت هذه الدولة على أسس عسكرية من خلال فرض القوة السلاح في تهجير الأراضي الأصليين ودفعهم باتجاه الحدود إلى الدول المجاورة. شكرا لوجودك معنا الصحفي في جريدة الرأي الأردنية الأستاذ خالد القضاة، تحياتي إليك. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لديه التزام من إسرائيل بأن معبر رفح سيفتح، قائلا إنه يعتقد بأنه سيفتح خلال الساعات المقبلة. لدي التزام من إسرائيل والرئيس هيرتسوغ بأنه سيتم فتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعتقد أنه خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة سيفتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية المصرية أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، والقاهرة ليست مسؤولة عن منع المواطنين الأجانب من الخروج من قطاع غزة. في الأثناء تجمع عشرات الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأجنبية عند معبر رفح الحدودي مع مصر، مطالبين السفارات الأجنبية والأوروبية بمساعدتهم للخروج من غزة إلى مصر ومنها إلى الدول التي يحملون جنسياتها. نتواجد في أول مخيم للنازحين الذين جاءوا من مدينة غزة إلى هنا إلى مدينة خان يونس. هذا المخيم الذي أقامته الوكالة الأونروا للنازحين والعائلات التي نزحت من مدينة غزة وجاءت إلى مدينة خان يونس ورفح. السلام عليكم حجة. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك الحمد لله. حجة من وين نازحين أنتم؟ إحنا من معسكر جباليا، جينا على الجنوب، جينا هنا يعني. أول ما جيتوا على هذا المخيم ولا كنتوا في مدرسة؟ لا كنا عند بيت، في بيت يعني من المعارف، ولما طبعا صار دياق في المكان وقالوا في السنة بدنا نشوف مدرسة أو أي مكان فأجينا هنا. كم واحد بكون بالخيمة الواحدة؟ أنا الخيمة اللي أنا فيها فيها 11 نفر، 11 والباقيين 8 اللي عند اخوتي يعني التانيين. طيب في يعني مواد غذائيه، في مياه متوفر؟ لا الخبز لا يعني طبعا فيش اشي متوفر، لا مواد غذائيه ولا خبز ولا ميه ولا اي اشي متوفر، ولا العيشه في الخيمه اصلا خيمه يعني كويسة. يعني هذه هي صورة الوضع في هذا المخيم الأول للنازحين من المواطنين الذين جاءوا من مدينة غزة ونزحوا إلى المناطق الجنوبية. الظروف إنسانية صعبة، يعني مشهد الخيام يعني يذكر النازحين هنا بأكثر من 75 عام من عملية النزوح للآباء والأجداد، وبالتالي هذا المخيم يعني أصبح يلازم هذه العائلات بشكل كبير و يفاقم الأوضاع الإنسانية هنا. كما نشاهد الأوضاع الإنسانية صعبة، لا يوجد إمدادات، لا مياه، لا كهرباء، لا غذاء، وبالتالي ستستمر معاناتهم طويلا. ونحن نتحدث عن اليوم 14 لهذه الحرب على قطاع غزة، وما زالت حالة النزوح قائمة، وما زالت أيضا معاناتهم تتفاقم يوما بعد يوم. هذا المخيم سوف يبقى شاهد على معاناة النازحين الذين جاءوا من مدينة غزة إلى المناطق الجنوبية إلى رفح وخان يونس. أحمد حرب لقناة العربية والحدث، قطاع غزة. كل ما نقعد في مكان يقول هذا المكان مهدد، كل ما نقعد بدنا نرتاح في منطقة هذا المكان
خطر. يستنجدون بما تبقى من حياتهم 20,000 نازح فلسطيني يتشاركون المعاناة. تجمعهم رحلة تشرد فرضها القصف الإسرائيلي عليهم وأجبرهم على إصدار ما وصفوه بالفصل الثاني من النكبة، هذه المرة جنوبي قطاع غزة حيث خان يونس والخيام التي نصبت على عجل لإيوائهم بشكل مؤقت. 2023 مفروض في راحة، في استقرار، في أمن، كل هذا التغى، كل هذا راح، يعني رجعنا لخمسين سنة لورا لأيام النكبة، زي ما كانوا أيام 48 وأيام 73 56. إحنا حسينا في حياة التغريبة الفلسطينية، إحنا كنا نشوفها على المسلسلات، نشوفها ندرسها بالتاريخ، ندرسها نعلمها لأولادنا، شوفوا كيف يعني هجرونا، كيف طلعنا. خيام متناثرة تعيد لذاكرتهم فصلاً مأساوياً كان قد مر به أجدادهم قبل 75 عاماً، واليوم حان دورهم ليعيشوا مرارته في واقعهم في مساحة تعج بمن تقطعت بهم السبل. كل دورهم راحوا وأنا داري وقعت علي. ناجون من تحت الركام كانوا أو مجرد فارين من الغارات، لا فرق، كلاهما في طريقه إلى هنا عايشوا هول الطريق ووصلوا إلى بقعة لا تتوفر فيها أدنى مقومات للعيش. إحنا جينا نازحين ولا مش عارفين لاجئين، جينا ماشيين على الأقدام قسراً غصب عنا من تحت الدمار من تحت القصف، يعني خيمة لا تقي ولا تذر. إسرائيل رجعتنا نعيش بخيمة، إن دور حياة سليمة، طلعونا هينا مرميين. بتكون من أعلى لأعلى زي ما تقول، بس ما عمري ما كنت أتوقع أنه طموحاتي توصل لأن أوصل في الأخير لخيمة زي هيك. ظروف لا تمت للإنسانية بصلة تحت هذه الأقمشة الرثة، هربوا إليها قسراً وتوزعوا في 200 خيمة. الخيمة بتشوبنا وتسجعنا، مش عارف شو نعمل فيهم. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور حسام فاروق الباحث في العلوم السياسية ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. مرحبا بك دكتور حسام مجددا على شاشة الحدث. هل وصلتكم أي معلومات حول من هم أبرز القادة الذين سيحضرون هذه القمة اليوم في القاهرة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو حتى اللحظة هناك 31 دولة أعلنت أو تأكد حضور ممثليها ما بين رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، وهناك ثلاث منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة موجود في مصر بالفعل، وكان لديه مؤتمر صحفي أمس من أمام معبر رفح. أيضا والأمين العام لجامعة الدول العربية. أيضا من المنتظر أن يحضر رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر، عدد كبير من القادة، رئيسة وزراء إيطاليا تأكد حضورها بعد أن كانت هناك أنباء عن أنها ربما ترسل مندوب عنها، ولكنها تأكد حضورها، وأيضا رئيس وزراء أسبانيا. عدد كبير من القادة، بعضهم وصل بالأمس وبعضهم كان موجود. على ماذا سيتم التركيز برأيك دكتور حسام في هذه القمة المنتظرة في هذا الوقت العصيب تحديدا الذي يعيشه أهالي قطاع غزة في هذه الأثناء؟ شوف، القمة كان يعني حددت أهدافها منذ الإعلان عنها بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، إنه رقم واحد وعلى رأس الأولويات هو وقف الحرب ووقف العنف ووقف هذا العدوان الذي يحدث على المدنيين على الأبرياء في غزة. دي رقم واحد. رقم اثنين أيضا البحث عن آلية وضامن لإدخال المساعدات
والمواد الإغاثية الإنسانية ما بين الأدوية والطعام والماء وأيضا المواد البترولية لتشغيل مستشفيات غزة، وكذلك استعدادات لاستقبال بعض المرضى من قطاع غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية. لأنه الحقيقة أنه حتى قبل دقائق كان هناك تقرير بيتحدث عن المنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تقريبا خرج 97% منها من الخدمة لنقص في المواد البترولية، وأيضا نقص في الأكسجين، نقص في المواد الطبية واللوازم الطبية. فلا بد من الهدف الثاني، لابد من آلية وضامن، لأنه كما تحدثنا، أنا كنت موجود هنا على قناة الحدث بعد حديث الرئيس بايدن من على طائرة الرئاسة، حينما قال أنه في غضون يعني على حد أقصى يوم الجمعة ستدخل المساعدات. وقلت هنا أن أنا غير متفائل وغير واثق أنه إسرائيل هتفتح المعبر من الجانب الفلسطيني. فلازم بقى ده هدف التاني. الهدف الثالث والأهم والرئيسي والكبير اللي هو يأتي بعد وقف العنف، بعد الوصول إلى تهدئة، وهو إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة، بحثاً عن أو عودة إلى المسارات السياسية، وضرورة إبراز أن الحل الأساسي هو الحل السياسي، العودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، حل الدولتين، إقامة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هم دول تقريبا الثلاث أهداف، بجانب أنه فكرة القمة في حد ذاتها ده بيسموه في الإعلام الدولي حشد رأي عام عالمي تجاه قضية مثارة، وبالتأكيد القضية مثارة في الإعلام على الجانبين. هناك من تعاطف في بداية الأمر مع إسرائيل بعد الضربة التي وجهتها حماس، واستغلت إسرائيل هذا التعاطف بشكل كبير جدا، ولكن ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، قصف مستشفيات، قصف أبراج سكنية، قصف مدارس، حتى مدارس تابعة للأونروي، قصف كنائس، قصف مساجد. الرأي العام العالمي لابد أن يطلع على هذه الصور المؤلمة. فأنا أرى أن هذه القمة أيضا هي حشد كبير للرأي العام، لتقديم الصورة كاملة للرأي العام دون تحريف أو دون تزييف أو دون نقصان. طيب، أنت ذكرت فيما يتعلق بمعبر رفح أنت غير متفائل، حينما صرح بايدن بأنه خلال الساعات المقبلة سيتم فتح المعبر، برأيك حتى هذه اللحظة غير متفائل. طيب، ما الذي يدفعك لكي تكون غير متفائل؟ وفي نفس الوقت برأيك ما الذي تريده إسرائيل حتى تفتح هذا المعبر؟ أنا بحيي حضرتك على السؤال ده. إسرائيل في المماطلة في عدم فتح المعبر رغم إعلان الرئيس بايدن في زيارة الست ساعات التي جاء فيها إلى إسرائيل بأن المعبر سيفتح، إسرائيل تحاول أن تلعب بورقة إدخال المساعدات، تستخدمها كورقة لعب في مقابل الأسرى، قبل أن أو ربما تكون هذه المرحلة الأخيرة قبل هجومها البري. لأن إسرائيل لديها أسرى في جانب حماس، وتريد تحرير هذه الأسرة، وتريد تحرير الأسرة كما يقولون فور فري، ببلاش، بمعنى أنها مش عايزة تقع في فخ جلعاد شليط اللي خطف في 2006 وحرر في 2011 وأمامه تم تحرير 1027 أسير في السجون الفلسطينية. لذلك إسرائيل لديها 4 أسرة في السجون الفلسطينية، مش يعني كما لو كانت مش عايزة تجري أي مفاوضات، لأنها قرصت من صفقة جلعاد شليط، ومن ثم فهي تريد تحرير الأسرى. فقالت إذا ضغطت بورقة المساعدات مع هذا الحصار المطبق، لا ماء، لا كهرباء، لا بترول، لا محروقات، لا دواء، ربما أستفيد. فهذه النقطة، ولو لم تصل إسرائيل لهذا الهدف فستتحرك إسرائيل بريا، هذه الورقة الأخيرة قبل التحرك البري. حد هيسأل ويقول طيب وأسراها؟ إسرائيل في هذه الحالة ستقول إنني سأضرب الأسير والأسير
خلاص أنا لم أستطع تحرير الأسير فسأحرره بالقوى العسكرية أو يموت هو الآخر وفقا لبروتوكول هانيبال. إذن هي بتلعب ورقة أخيرة. طيب يدعوت أحرنوت امبارح بالضبط كتب التقرير قالت ما المقابل الذي تتقدمه إسرائيل لأمريكا لهذا الدعم الكبير الغير يعني المنقطع النظير. فكان أول بند في مقال يدعوت أحرنوت بيقول إيه؟ إن لازم إسرائيل تسمح في الأخير بإدخال المساعدات لأن أمريكا لديها كما يقولون كده إيه موازنات. أمريكا لديها جزء قيمي خفي ولو بسيط لأنه في الحقيقة إنه حتى لو تلاحظ حديث وزير الخارجية بلينكن في أول الزيارة يختلف تماماً عن حديثه في آخر الزيارة. حديث الرئيس بايدن من حديقة البيت الأبيض غير حديثه لما رجع، غير حديثه على الطائرة وهو راجع من إسرائيل. طبعا كل ده بعد إيه المآسي الإنسانية اللي حصلت بعد ضرب المستشفى المعمداني، بعد ما الرأي العام العالمي اللي كان متعاطف مع إسرائيل شاف الصورة على حقيقتها، بعد التظاهرات اللي موجودة في العالم كله بما فيها جوه أمريكا شخصيا بما فيها جوه الكونغرس شخصيا. هذه التظاهرات أصلا ربما أمريكا يعني بتقول أو بتفكر إنه مش هينفع أفضل سكتة لأن أنا يعني بقدم نفسي للعالم على إن القوى المهيمنة وحماية الديمقراطية في العالم. لذلك هتلاقي كلمة الإغاثة الإنسانية وأهل غزة وردت في خطاب بايدن وفي خطاب بلينكن في الثلاث أيام الأخيرة بس. طيب دكتور حسام، هل أيضا موضوع الإفراج عن المحتجزتين الأمريكيتين له علاقة بهذا الأمر؟ ربما يشكل انفراجة أيضا في تصوري ان الافراج عن المحتجزتين الامريكيتين من قبل قادة حماس وهذه الصفقة التي لعبت فيها دولة قطر دور كبير هو كان عربون تفاهم من قبل حماس. بمعنى ايه؟ ان حماس بتوجه رسالة للجانب الامريكي رقم واحد وللجانب الاسرائيلي انها بتقول ان انا برضو عندي مساحة من التفاهم ولكن لا اقبل الشروط لا اقبل الاملاءات. لذلك وزير الخارجية الامريكي حين سئل عن كيفية تحرير الرهينتين لم يدلي بأي بيانات وتحجج وقال انه لا ظروفهم واسبابهم الشخصية وان هم يقابلوا اصدقائهم واحبائهم. لكن حماس بتقول انه رقم واحد ماذا ستتحدث الرهينتان بعد ان يعني يعود الى منازلهم. صحيح. هل سيقولون أن حماس كانت تعملهم جيدا أو دون ذلك؟ معنى ذلك أن حماس بتقول أنا ما عنديش مانع للتفاوض ولكن أنا لا يملي علي أحد شروطي أو معنى آخر أدي رهينكو شوفوا إذا كنا احنا بنعذبهم ولا عشان كده في تصريح خرج النهاردة برضو ونشر في هارت على ما أسمع نقل عن الجيش عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيقول أنه كل رهائننا بخير كل رهيننا لدى حماس بخير وده الجانب الإسرائيلي. شكرا. تمام. فأنا أتخيل إنه ده عربون أو استعداد للتفاهم من قبل حماس. شكرا جزيلا لك دكتور حسام فاروق الباحث في العلوم السياسية ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية على كل هذه المعلومات والإيضاحات. تحياتي إليك. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الوضع في غزة، حيث أكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام ضيفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ضرورة التعاون حتى لا تنزلق المنطقة لحرب إقليمية شاملة يكون تأثيرها مدويا. احنا محتاجين في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. وبالتالي مهم جدا جهودنا اللي بتبذل النهارده لاحتواء هذا الامر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. محتاجين فخامه رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس
اللي نستخلصها من الأزمة ديت هو إحياء عملية السلام مرة أخرى وإعطاء أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمة القدس الشرقية. وهنا خلينا أسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على أنه ما يحصلش. نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن مصادر في البنتاغون والكونغرس أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لا تسعى حاليا لحرب مباشرة مع الولايات المتحدة وتسعى لزيادة الضغط على إسرائيل وواشنطن من خلال وكلائها في المنطقة. واعتبرت المصادر أن ضغط طهران هو محاولة لإجبار إسرائيل على الحد من نطاق حملتها العسكرية في غزة، محذرين من أن نهج إيران يثير مخاطر سوء التقدير ونشوب صراع إقليمي غير مقصود. من واشنطن ينضم إلينا الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي. دكتور سمير، مرحبا بك على شاشة الحدث دائما. بايدن تصريحات قال فيها أنه يجب أن تؤجل إسرائيل أو تؤجل إسرائيل عمليتها البرية حتى يتم إنقاذ المزيد من الرهائن. البيت الأبيض أعلن لاحقا عن تراجع هذه التصريحات وقال أنه فقط يرغب يعني تكمل عملية التوسط حول الرهائن لكن ليس له علاقة بالأمر في العملية العسكرية. كيف تقرؤون هذا التراجع وإن قيل أنه لم يكن يسمع سؤال الصحفي حينما أجاب بهذه التصريحات؟ أولا أتشرف بك شخصيا وبجمهوركم وبقناتكم من يعني هذه أصبحت قضية يجب اللفت النظر إليها، وهي أن مقاربة الولايات المتحدة لقضية الرهائن تختلف جذريا عن المقاربة الإسرائيلية. في ضمن الثقافة الأمريكية وحتى تصل إلى قضية الهوية الأمريكية هي التزام الدولة الأمريكية بمساعدة مواطنيها في ظروف صعبة خارج البلاد، وفي هذا الإطار هذه قضية في الثقافة الأمريكية تعتبر مركزية إلى أبعد الحدود. ولذلك باعتقادي ليس هناك مخرج أمام الرئيس بايدن سوى أن يأمل بأن لا تكون الهجمات الأرضية عائقا أمام إطلاق وإفراج عن الرهائن الأمريكيين. بينما إسرائيل في من جهتها فلديها مقاربة مختلفة جذريا عن المقاربة الأمريكية، وهي المتعلقة بأن إسرائيل تعطي الأولوية للأهداف العسكرية وليس لإنقاذ حياة المدنيين، وبالتالي هناك تناقض في السياستين. وأعتقد أن ما سمع عن الرئيس قصدا أو عن غير قصد يشكل انعكاس لنقاش يجري حول قضية أهمية الرهائن، وضغوط أيضا تمارس عن طريق قطر من أجل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين. بينما موضوع الرهائن الإسرائيليين فهو موضوع معقد لأنه مربوط من جهة بمخططات الهجوم العسكري البري التي أصبحت الآن خرجت من يد السياسيين، بمعنى أن السياسيين أعطوا ضوءا أخضرا للهجوم على الأرض وأصبح عمليا في يد العسكريين، ولكن بكل الأحوال مربوط إذن بالعملية البرية، وثانيا مربوط بالنسبة لحماس أيضا بقضية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. لذلك دكتور سمير اسمح لي على المقاطعة، هنالك يعني على ما يبدو تخبط في القرار الإسرائيلي بشن العملية البرية، إلى أي مدى يمكن أن تلغى هذه العملية مثلا، أم أن إسرائيل مصممة للبدء بهذا الهجوم حتى تستعيد ماء الوجه كما يقال في الصحافة الإسرائيلية؟ هي أولا ليست فقط قضية ماء وجه بقدر ما هي قضية استعادة مفهوم الردع والبنية النفسية بأن إسرائيل قادرة على الانتصار وعلى إلحاق أكبر الضرر بمن يحاول تهديدها. هذا أمر حيوي لإسرائيل وأمر وجودي بالنسبة لإسرائيل، هذا أولا. ثانيا ينبغي أن ندرك بأن الأمور تسير باتجاه عدد من التصورات المقبلة حول الخطة الإسرائيلية بدأت تتضح بشكل أو بآخر. الجانب الأول متعلق بخلق منطقة عازلة كبيرة واسعة
وهذا ما تحدث عنه تلميحا المتحدث العسكري الإسرائيلي حول أن مساحة غزة سوف تصغر بعد الأحداث. إذن هناك نية لخلق منطقة no-go zone، يعني هو أن لا يكون هناك مناطق ليس فيها بشر في هذه المعزولة تعزل غزة. النقطة الثانية هي قضية أن الولايات، أن إسرائيل سوف تميل لأعمال سهمية تخترق فيها القطاع ضمن أهداف معينة. وفي هذا الإطار أعتقد من الآن فصاعدا سنشاهد أن الغزة ستصبح مثل الضفة الغربية، بمعنى ساحة مفتوحة لعمليات يومية أو أسبوعية بحسب الضرورة، وليس كما كان الوضع سابقا بأن الإسرائيليين خرجوا من غزة بشكل نهائي ولم يقوم بأي عمليات برية داخل المدن. أعتقد أن هذا الموضوع أيضا تخطط له إسرائيل بأشكال مختلفة. النقطة الثالثة هي قضية السعي لإنشاء بنية إدارية في غزة. إذن هناك ثلاثة محاور رئيسية تعمل عليها إسرائيل، وهي تتضمن بشكل أساسي اختراقات تطوير لفكرة الدخول البري بشكل أن تصبح نوعية سهمية أقل ما يمكن من الضحايا، ولكن مع عصر كبير للمدنيين والضغط الكبير على المدنيين في غزة. نعم، شكرا لك على هذا الإيضاح. لو نقرأ أيضا التصريحات الأخيرة للكونغرس وفقا لما نقلته صحف أمريكية وعن البنتاغون، بأن إيران وفقا للاستخبارات الأمريكية إيران لا تسعى إلى حرب مباشرة مع الولايات المتحدة، لكن كما وتعلم دكتور أن هنالك قصف لقواعد أمريكية في العراق وسوريا، أيضا المناوشات من قبل ميليشيا حزب الله والتحرك الأخير لميليشيا الحوثي وفقا لدعوة أحرنوت. كيف يمكن أن نقرأ هذا؟ وفي حال فعلا هؤلاء صعدوا، هل يمكن أن تدخل إيران وأمريكا في حرب مباشرة داخل المنطقة؟ يعني من حيث المبدأ، إذا أعطينا الأهمية بشكل جدي، لأن كل العمليات التي تجري هي عبارة عن مناوشات، ولكن المهم هو الوضع في جنوب لبنان، وباعتقادي أن حزب الله هو الذي يتحمل مسؤولية هذه القضية، بمعنى أنه هو الذي سيكون عليه أن يتخذ قرار السلام والحرب. هناك اعتقاد بأن حزب الله حتى الآن لم يتحرك، لا تزال العمليات العسكرية الجارية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لا تزال هي أدنى من مستوى من مستوى الحرب. ولكن كما أشار المتحدث باسم البنتاغون، في ظروف فيها احتدام بهذا القدر قد تنشأ طرف من الأطراف يلقي قنبلة يؤدي إلى ضحايا بشكل كبير، يضطر الطرف الآخر للرد بشكل كبير، وننزلق في اتجاه مصدام. إذن الموضوع هو لا شك أن هناك حرص من حزب الله ونشاطه السياسي داخل لبنان يشير أنه يحاول أن يقول للمواطنين اللبنانيين أنه لا يريد أن ينزلق، وهذا يتناغم مع ما قالته إيران أو ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية حول نوايا إيران، لأنه جرى تحذيرها بشكل عاسم جدا. ولكن في الظروف الحالية لا يمكن لأحد أن ينفي عن أن تنزلق الأمور فجأة بفعل فاعل أو بفعل عمل ليس له تقدير صحيح وتنزلق بهذا الاتجاه. في هذه الحالة سيكون من الصعب على إيران أن تضبط الساحة في اعتقادي. ستنفلت مجموعة من العمليات في الإقليم تؤدي إلى خروج الأحداث، وبالتالي أعتقد الآن الكثير من الاهتمام الاستراتيجي يهتم إلى الوضع في لبنان. شكرا جزيلا لك، كنت معنا الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي، تحياتي إليك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات. التغطية متواصلة، كنت معكم أنا بصير الشتية، هذه تحية، إلى اللقاء.
زين ما عندنا زين نبدأ. فش هنا هذا من دقايق كانت ضرب شغال. الله أعلم مين ضل جوا مين ضرب مين لقى عياله مين ما لقاه. ناس مدينة مش كانت مدينة على قد السكان هذه كانوا نازحين فيها من غزة وشمال غزة. كانوا نازحين. حوالي ما يقارب 30 برج مدينة الزراعة ثلاث ركام ركام. أين العالم؟ أين العالم؟ أين يعني إيش بتحكي؟ مش قادر أعبر. صار الليلي إشي لا يتصور العقل البشري. النسوان صوتوا، الولاد صغار صوتوا، تحس دين الليل، الناس نايمين، وفي فوق 10-15 قلب هذا في المبنى هذا اللي انت شايفه اللي لا يتجاوز 1000 بنات. بنتعايش احنا اسره بنتعايش من ما يعادل يعني بتحكي في 5 اخوه كل واحد له اسره مكونه وبتعايشين في هالمحل ومستورين وحالنا ولا في 1% إلنا في لا في يمين ولا في شمال في لا في مقاومة ولا إلنا سلميين إحنا تجار. فجأة بقول لك اطلع اخبي. إحنا تفاجأنا في قصف المحل. تفاجأنا كنا نايمين فتفاجأنا في قصف المحل يعني. كنا نايمين ما صحينا على صوت القصف، أول صاروخ وثاني صاروخ وثالث صاروخ، الدار نزلت علينا وطلعنا بعجوبة، نجينا من موت بعجوبة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
هان مجازر، هان الإنسانية، هان دمروا بيوت آمنين، ناس متعلمين ما لهم لا في مقام ولا لهم في أي شيء، نزل الدور على ساكنيها. هل عندك أغلب المنطقة اللي فيهم دكتور اللي فيهم أستاذ لا بمسك بارودة ولا بمسك صاروخ؟ إيش القصف؟ ملايا وملايا مناش طول الليل، القصف طول الليل خبط ورجع، وشايف كيف المنطقة كلها تدمرت، هذا المنطقة تلها وكلها شايف كيف كلها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.